السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ مع بعض شابتر 4 من كورس سوليد شيت ميتال، واللي هنتعرف فيه على طريقة تحويل من سوليد تو شيت ميتال. يعني لو أنا عندي بارت مرسوم بأوامر سوليدوركس العادية اللي هي الفيتشرز، البارت ده سوليد، ازاي إن أنا أقدر أحوله لشيت ميتال وأعمل له عملية إفراد وأستخدمه كأنه بارت مرسوم بالشيت ميتال. تعال نشوف بداية كده. لو أنا عندي بارت بالشكل ده كده، هفتح نيو بارت. ده أول مثال معانا. هعمل سكتش على التوب بلين، اختار الأمر سنتر ريكتانجل، حط الدايمنشن بتاعتي ده 150 والضلع ده 150 برضه. هعمل اكستود قيمة 200 أو خليها 100، بقول أوكي. بعد كده هاجي على الفيس ده وأعمل نيو سكتش. في السكتش ده هعمل كونفرت للفيس، أحول الفيس ده لسكتش معايا وأبدأ أعمل عملية اكستود كمان مرة، برضه بقيمة 100، بس المرة دي هعمل درافت. درافت ده انورد يعني للداخل، قيمة 20 بحيث ان هو في النهاية يديني حاجة بالشكل ده كده. بعد كده هاجي على الفيس اللي فوق ده، هعمل نيو سكتش. السكتش ده هرسم فيه لاين وهوصل بين منتصف الضلع ده ومنتصف الضلع ده، واقفل السكتش بتاعي. طيب ده دلوقتي مجسم سوليد، عايز ابدأ احوله لشيت ميتال. هعمل الموضوع ده ازاي؟ هعمل الموضوع ده عن طريق شيت ميتال. هنتعرف على أول أمر من أوامر التحويل من سوليد لشيت ميتال. الأمر ده اسمه convert to sheet metal. convert to sheet metal، هختار أمر convert to sheet metal. بداية كده هختار أول حاجة fixed face أو سطح ثابت، فهبدأ أختار الفيس اللي تحت ده خالص. بعد كده هيطلب مني إن أنا أحدد السمك بتاعي بتاع الشيت ميتال، فأقول له إن السيكنس بتاعي هنا بيساوي 1 مللي. طبعا ممكن احدد كان السيكنس ده يبقى للداخل كده او يبقى للخارج. وممكن كمان اختار اذا كنت احافظ على البادي بتاعي اللي هو كان مرسوم بالسوليد بعد ما منشئ الشيت ميتال، او ان انا اخفيه. فلو انا عملت تشيك كده على الكيب بادي هنا، هيحافظ على السوليد بادي الموجود معايا بعد ما انشئ الشيت ميتال. اما لو انا ما عملتش التشيك دي، فهو هيلغي البادي بتاعي بعد ما انشئ الشيت ميتال. بعد كده اختار الراديوس بتاع البندنج بتاعي، نص قطر التانية، اختار 1 مللي برضه. بعد كده ممكن اختار جيج تيبل يحدد لي منه الكي فاكتور والبندنج الاونس، او ممكن انا ادخل قيمة الكي فاكتور على طول من هنا، فاقول له الكي فاكتور بتاعي 32%. الخطوة اللي بعد كده ان انا هبدأ اختار الايدجز اللي هيحصل فيها عملية تاني، الايدجز اللي هيحصل فيها عملية تاني. فاختار الايدج دي والايدج دي، كل الايدج اللي حوالين الفيكسد فيس هيحصل فيها عملية تاني. طبعا لو انا عايز اعمل ريليف هنا ما بين الايدجز دي، فانا ممكن اختار نوع الريليف بتاعي من هنا، اخليه ريكتانجل او اب راوند او تير. انا اخليه مثلا ريكتانجل. هكمل بقية الايدجز اللي هيحصل فيها عملية تانية عندي. فأنا عندي ال edge دي وال edge دي، كل ال edges دي هيحصل فيها عملية تاني، وال edge دي وال edge دي. طيب هنا أنا عندي فصل ما بين السطحين دول هنا، عشان كده أنا عملت ال sketch ده. ال sketch ده هاخده معايا هنا في حاجة اسمها web sketch. web sketch يعني sketch ده هيعمل في بيه عملية فصل، وارجع اكمل الايدجز اللي هي هيتني فيها. اختار الايدج دي واختار الايدج دي. لاحظ حاجه ان كل الايدجز المعموله باللون الاحمر ده او البامبا ده، دي الايدجز اللي هيحصل فيها عمليه تاني. اما الايدجز المعمول باللون الازرق او الموف ده، دي الايدجز اللي هيحصل فيها ريب او يحصل فيها فصل. اما ريب سكتش، فده اللي انا بختار فيه
لو انا عندي سكتش عايز اعمل بيه عملية ريب زي الايدج دي بالظبط، يعني اعمل فيه عملية فصل، فانا بدخل السكتش ده هنا عندي في ريب سكتش. الكورنر ديفولت دي بحط فيها الجاب اللي هيبقى موجود ما بين الكورنر بتاعي، لو انا عايز الكورنر بتاعي يبقى واخد شكل اوبن بوت او اوفرلاب او اندرلاب. طبعا هنا الاوفرلاب مش هينفع معايا، فعشان كده مش هقدر اختاره، او ممكن اقلل القيمة دي واختاره، او ممكن اخليه اوبن بوت عادي. وهنشوف الفرق ما بين انواع الكورنر دي، اقول له كده اوكي بس مبدئيا، بحيث ان احنا نشوف مع بعض الشكل اللي هينتج عندي هيبقى عامل ازاي، عشان الشكل اللي هينتج عندي هيبقى عامل كده. طيب لو انا شايف ان المسافات هنا كبيرة، فانا ممكن اقللها شوية عن طريق ان انا هختار هنا الاوفرلاب بتاعي الجاب هخليه 1 ملي بس، وممكن اغير الاوفرلاب ريشيو بتاعتي خليها 7/10. قول اوكي. لاحظ ان الجاب بتاعي قل شوية، ممكن كمان اقلله اكتر من كده زي ما انا عايز. طبعا دي ترجع بقى لاختيارك انت، ممكن تعمل اندرلاب. تعال نشوف شكل الاندرلاب يبقى عامل ازاي. الاندرلاب هنا هيعمل لي مشكلة، ده شكل الاندرلاب. واضح ان هو هيعمل مشكلة هنا اهو. بس ممكن لو انا قللت قيمة الجاب دي خليتها نص مثلا، قلت له اوكي. هيسبب لي برضه مشكلة. طيب ده اذا هنا الشكل الكورنر والاندرلاب او الاوفرلاب مش هيمشي معايا، هيسبب لي مشكلة في الديزاين، فأنا ممكن أختار على طول اللي هو الأوبن بوت وأقول له أوكي. ده كاستعراض للفيتشر اللي هي كونفرت سوليد تو شيت ميتال، ودي أول فيتشر معانا بتحول السوليد بودز أو الأجسام المصمتة لشيت ميتال. وخلينا نركز قوي على نقطة الأجسام المصمتة دي، لأن هنتعرف على فيتشرز تانية بتحول الأجسام المفرغة. فأنا دلوقتي اتعرفت على الفيتشر اللي بتحول أجسام المصمتة، وقلنا إن البروبيرتي مانجر أو قائمة الخصائص بتاعة الفيتشر دي مطلوب مني أحدد فيها الفيكسد فيس بتاعي، السمك بتاعي، البند راديوس. طبعا لو أنا عايز أحتفظ بالسوليد بودي فأنا بعمل هنا كيوب بودي. بحدد هنا الإيدجز اللي هيحصل فيها عملية بيندينج واللي بتكون باللون الأحمر، والإيدجز اللي هيحصل فيها عملية ريب هو بيحددها أوتوماتيك، ودي الإيدجز اللي هي باللون البنفسجي. ولو انا عندي سكتش عايز اعمل بيه عملية ريب او عملية فصل، فانا بدخله هنا باللون الاخضر، وهنا بحدد شكل الكورنرز بتاعتي. عندي 3 وضعيات للكورنر، وطبعا لو انا عندي ريليف فانا ممكن اختار نوع الريليف اللي انا عايزه من اوتو ريليف، اقول له اوكي. هيديني حاجة بالشكل ده كده. ممكن اعمل لها عملية فلاتن او عملية افراد، بحيث ان انا اشوف شكل الافراد بتاعها هيبقى عامل ازاي. هلاقي ان شكل الافراد بتاعها هيبقى بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. طيب تعالوا كده نجرب ان احنا نغير الجرين دايركشن بتاعنا. طبعا الباوندنج بوكس اللي هو باللون الخط اللي هو الداش ده، داش لاين ده الباوندنج بوكس بتاعنا. تعالوا نجرب كده في الفلات باترن نغير الجرين دايركشن، اقول له مثلا الجرين دايركشن في الاتجاه ده واقول له اوكي. طبعا الباوندنج بوكس شكله اتغير بالنسبة لنا، تمام. ودي نقطة كنا احنا اتكلمنا فيها قبل كده بس ما خدناش مثال عليها، ادينا طبقنا عليها اهو، اللي هو
الجرين دايركشن لما انا بغيرها ممكن تغير معايا الباوندنج بوكس او الشيت اللي انا بقطع منه. وقلنا طيب قبل كده ان الجرين دايركشن دي ممكن تكون مؤثره معايا في بعض الصناعات، لو انا بعمل تشكيل للصاج او لو انا بعمل عمليه بيندنج، في اختيار الاتجاه الامثل بحيث ان ما يحصلش معايا مشاكل في الشيت بتاعي. تطبيق رقم 2 معانا على تحويل السوليد تو شيت ميتال. لو انا عندي حاجه زي دي، لو انا جيت هنا في البدايه ما تنسوش ان احنا قلنا ان كونفيرت سوليد تو شيت ميتال اللي هو الامر ده بحول بيه الاجسام المصمته لشيت ميتال. طيب لو انا عندي جسم بالشكل ده كده، جيت على التوب لين وعملت سنتر ريكتانجل 150 150 اخترت اكستود بيز 150 برضو. وجيت هنا وعملت سين فيتشر، قلت له ان السمك بتاعي 1 ملي او خليه 2 ملي، وعملت هنا كاب اندز قلت له ان الكاب اند دي السمك بتاعها 2 ملي برضو، وقلت له اوكي. كده انا عندي جسم، بس الجسم ده مش مصمت، الجسم ده مفرغ. حتى لو انا جيت خدت هنا في سيكشن فيو لاحظ ان الجسم بتاعي ده مفرغ. طيب انا عندي جسم مفرغ زي ده وعايز ابدا احوله لشيت ميتال، هدخل هنا في الاوامر بتاعت شيت ميتال واختار المره دي امر جديد، الامر اسمه ريب. بعد ما اختار امر ريب مطلوب مني هنا ان انا احدد الايدجز اللي انا عايز اعمل فيها عملية ريب او فصل، فاختار الايدج دي الايدج دي الايدج دي والايدج دي. والايدج دي ودي ودي. هنا ممكن اعمل الفصل بتاعي في الاتجاهين، يعني الجاب ديستانس بتاعتي تتحسب من هنا وتتحسب كمان من هنا، او ان اعمل الجاب بتاعي في اتجاه واحد عن طريق ان انا اضغط على السهم ده. خلاص لو انا ضغطت على السهم ده هيبدأ يعملهولي في اتجاه واحد اهو، او هنا يعكس الاتجاه بحيث ان الجاب بتاعي يتاخد من ايدج واحدة، او لو انا عايزه يبقى في الاتجاهين فاختار الايدج كلها. طيب الجاب بحدده من هنا، اقول له مثلا بيساوي 0.5 مللي. تعالوا بس نشوف الشكل مع بعض الاول بيبقى عامل ازاي عشان نبقى متخيلينه. ده الشكل اللي بينتج عندي اهو، هيعمل لي عملية فصل في الايدجز اللي انا اخترتها بالشكل ده. ده اللي احنا كنا بنتكلم عنه اللي هي الأسهم. لو أنا عملت السهم واحد فهي في اتجاه السهم ده بيعمل لي فصل بقيمة الجاب بتاعي اللي هي 0.5 مللي، أو لو أنا عملته في الاتجاهين فهيشيل 0.5 مللي من الاتجاهين. أجي بعد كده بعد ما عملت موضوع الريب أو الأمر ريب، إن الأمر ريب ده بيحط جاب او بيحط مسافة ما بين الايدجز الموجودة عندي فبيعمل لها عملية فصل. كده انا عملت اول خطوة في التحويل لشيت ميتال. يبقى في الاجسام المصمتة كنت انا بحول مباشرة لشيت ميتال عن طريق كونفرت سوليد تو شيت ميتال. طيب في الاجسام اللي هي بتبقى مجوفة من الداخل فانا بعمل عملية التحويل لشيت ميتال على خطوتين. اول خطوة بستخدم فيها الامر ريب، وده عشان اعمل عملية فصل للايدجز بتاعتي او الحواف بتاعتي او احط ما بينها قيمة جاب معينة. وبعد كده بستخدم الامر رقم 2 او الخطوة التانية وهي خطوة insert bend. بضغط على insert bend بحدد fixed face، بحدد قيمة البند radius بتاعي فاقول له بتساوي 2. بعد كده بقول له هنا بعد insert bend لو انا عايز اعمل ريليف فانا بقول له هنا ريليف. لو انا عايز اعمل ايدج عايز اعملها فصل برضه في الامر بتاع insert bend فممكن اختارها هنا
يعني لو انا مثلا عايز اعمل كمان فصل في الاتش دي مثلا، بس هو طبعا مش هينفع هنا، فانا بختار الاتش دي برضه انه هيعمل لي فيه عملية فصل. خلاص بعد كده اخر حاجة بقول له اوكي، اوكي مرة كمان، فهيبدأ ان هو يعمل لي البند بتاعي بالشكل ده. كل الحواف اللي ما اتعملش او الايدجز اللي ما اتعملش فيها عملية فصل فهيتعمل فيها عملية بند بالشكل ده. طبعا هعمل تيرم سايد بند هنا بالشكل ده كده، او الشكل الريليف بتاعنا، الريليف اللي احنا كنا محددينه. ولاحظ هنا ان انا اقدر دلوقتي اعمل عملية فلاتن عادي خالص، لان الجزء بتاعي اصبح شيت ميتال بالشكل ده. طيب انا هنا عملت موضوع التحويل لشيت ميتال على خطوتين. طيب حد ممكن يسأل، طب انا كنت ممكن اعمل في تحويل من اجسام مجوفة لشيت ميتال على خطوة واحدة؟ اقول له اه طبعا ممكن برضه نعمل الموضوع ده عن طريق نفس الامر اللي هو امر انسيرت بند، لان امر انسيرت بند جواه امر ريب، امر انسيرت بند جواه امر ريب، فانا ممكن هنا برضه استخدم الريب بارامتر اللي موجودة في البروبرتي مانجر بتاعة انسيرت بند، واعمل فصل في الاتش دي برضه بنفس الطريقة. طبعا احدد قيمة الجاب اللي انا عايزها، والله مثلا نص مللي، اختار نوع الريليف اللي انا عايزه، احدد السمك بتاعي، واحدد الفيكست فيس هو الفيس ده، واحدد البند راديوس واقول له اوكي. بعد كده اضغط اوكي مرة كمان، فهيعمل لي شيت ميتال على طول في خطوة واحدة، لان امر انسيرت بند جواه امر ريب. تعالوا نجرب نعمل فلاتنج كده، هيعمل لي الفلاتنج بتاع الشيت ميتال بتاعي. طيب يبقى كده احنا اتعرفنا على امرين جداد، الامر ده اللي هو اسمه ريب، وقلنا ان الريب ده بيحط جاب ما بين الايدج بتاعتي، والامر اللي هو انسيرت بند، وقلنا الانسيرت بند ده جواه امر ريب، زائد ان هو بيعمل لي بندنج في الايدجز اللي انا ما عملتلهاش جاب او ما عملتهاش ريب. وبستخدم الموضوع ده في إن أنا أحول الأجسام المجوفة لشيت ميتال معايا. آخر أمر برضو عايزين نشوفه، لو أنا جيت بصيت هنا في الديزاين تري، هلاقي إن الديزاين تري فيها 3 أوامر، أمر ريب، أمر فلات بند، وأمر بروسيس بند. طيب لو أنا جيت اتكيت على الأمر اللي هو اسمه نو بند هنا، عايزين نشوف هو بيعمل إيه. أمر نو بند ده باختصار بيعمل لي سبريس للفيتشر اللي هي اسمها بروسيس بند. يعني لو جيت كده ضغطت نو بند، هلاقي عمل لي سبرس او لغى عمل البروسيس بند والفلات بند بالشكل ده. ده وظيفة امر نو بند، وامر نو بند ده بيعمل لي عملية رول باك او عملية الغاء لعمل الفيتشر اللي هي انسيرت بند. يعني نو بند ده بيلغي عمل فيتشر انسيرت بند، فبيرجع لي البارت بتاعي معمول فيه بس ريب، لكن بيلغي لي البندس اللي هي معمولة في البارت بتاعي. احنا كده عرفنا 3 أوامر، أول أمر اللي هو الأمر ريب، تاني أمر اللي هو الأمر انسيرت بند، وآخر أمر اللي هو الأمر نو بند. وعرفنا استخدام الأوامر دي في التحويل من أجسام مجوفة لشيت ميتال. دلوقتي تعالوا نشوف مع بعض تطبيق رقم 3 في التحويل من سوليد لشيت ميتال. تعالوا نرسم مع بعض حاجة بالشكل ده كده. هفتح نيو بارت وأعمل سكتش على التوب لين. السكتش ده هعمل فيه بوليجون، مضلع خماسي بالشكل ده كده، أقوله إن طول ضلعه بيساوي 100، وآخد المضلع ده وأعمل بيه إكستود بقيمة 210، وأعمل درافت، طبعا درافت أوتوارد بقيمة 30، وأقول أوكي.
بعد كده اجي على الفيس ده اخش عليه نورمال 2 واعمل نيو سكتش. في السكتش ده اعمل مضلع خماسي تاني، واقول له برضه ان طول ضلع بيساوي 100. بعد كده اخد المضلع ده واعمل بيه اكسود كات برضه بقيمة 210، بس هعمل فليب سايد تو كات. لا اسف، هعمل درافت. الدرافت ده قيمته 30. طبعا الدرافت بتاعي هيبقى انوارد، وهعمل طبعا فليب سايد تو كات، فهيديني في النهاية حاجة بالشكل ده كده. بعد كده عايز أبدأ أحول البارت ده لشيت ميتال، فاختار شيت ميتال كونفرت تو شيت ميتال، اختار فيكسد فيس، اختار الفيس اللي فوق ده. بعد كده حدد السيكنس بتاعي 1 مللي، البند راديوس بتاعي 1 مللي، حدد البند ايدجز، فاقول له كل الايدجز دي اعمل لي فيها بند. بعد كده دي ودي، ودي 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 وال اتش دي. خلي الجاب بتاعي 1 مللي، كي فاكتور 32%، واقول له اوكي. هيبدأ يحول لي السوليد ده شيت ميتال بالشكل ده كده. تعالوا نشوف شكل الإفراط بتاعه اللي أنا جيت عملت أمر فلاتن، هيديني حاجة بالشكل ده كده. طبعا ممكن أعدل اتجاه الجرين دايركشن بتاعي عن طريق إن أنا أجي هنا وأقول له Edit Feature، أختار الجرين دايركشن بتاعي يكون في الاتجاه ده واقول له اوكي. تعال نشوف شكل الفلات باتن بتاعنا هيبقى بالشكل ده كده. وده كان تالت مثال معانا على تطبيق تحويل من صورة شيت ميتال. طبعا انت ممكن تغير في الايدجز اللي يحصل لها بند والايدجز اللي يحصل لها ريب براحتك خالص، يعني مش لازم تمشي بنفس الايدجز اللي انا اخترتها، بس المهم ان انت تختار المجموعة بتاعت الايدجز في النهاية كلها تكون صحيحة، بحيث ان هي فعلا يقدر يعمل لك فلاتن او افراد للبارت بتاعك. تطبيق رقم 3 معانا بعد ما رسمنا المثال ده، تطبيق رقم 4 بقى. تعالوا نشوف ازاي ان انا احول بارت زي ده لشيت ميتال، والبارت ده مرسوم جاهز يعني انا مش هرسمه. هتلاقيه عندك في التريننج فايلز بالاسم ده imported. هبدأ افتح البارت ده، تعالوا نشوف ازاي ان انا احوله لشيت ميتال. طبعا الخطوات رسمه فيتشر عادية خالص، عايزين نشوف ازاي اقدر احوله لشيت ميتال. ببساطة جدا هعمل insert bend، والفيكسد فيس بتاعي اختار الفيس اللي تحت ده، اقول له ان نص القطر التاني بتاعي خليه مثلا 1 من 10 انش، اختار نوع الريليف اللي انا عايزه. بعد كده اقول له اوكي، اوكي كمان مرة كده، هو اتحول معايا لشيت ميتال. طبعا الموضوع بسيط خلاص سهل. لو انت جيت عملت فلاتن فانت هتقدر تشوف الشكل الافراد بتاع البارت ده، تمام. لو الباوندنج بوكس مش ظاهر معاك
فانت ممكن تعمل له شو او تخفيه براحتك. طبعا لو انت ممكن تجرب مع نفسك انت تشوف ازاي انت ممكن تقدر ترسم البارت ده بالفيتشر بتاعت الشيت ميتال من الاول خالص. يعني هتيجي هنا وتعمل بيس فلانج، وتعمل هنا ايدج فلانج، وهنا ايدج فلانج، وكذلك هنا ايدج فلانج، وتبدأ هنا برضو تعمل مجموعة من ايدج فلانج، وتعمل اكسترود كات، وهنا تعمل اكسترود كات. طبعا رسمه بشيت ميتال هيكون بسيط خالص، وكذلك لو انت رسمه بالفيتشرز العادية وعايز تحوله لشيت ميتال هيبقى برضو الموضوع أبسط. وده كان رابع مثال موجود معانا في التحويل من سوليد لشيت ميتال. تعالوا نسيف الموضوع ده بعد ما حولناه سيف اس كوبي، واسميه بدل امبورتد بقى اسميه كونفرتد، وقوله سيف. وده كان رابع مثال موجود معانا في التحويل من سوليد لشيت ميتال. نستكمل مع بعض اخر مثال في التحويل من سوليد لشيت ميتال. لو عندنا حاجة بالشكل ده، البارت ده مرسوم على برنامج تاني غير برنامج سوليد وركس، هتلاقوه موجود هنا في البارتات بتاعتنا تريننج بارتس. هبتدي افتح البارت ده، هلاقي ان هو امبورتد، يعني مش موجود فيتشرز بتاعته. فالبارت ده مرسوم على اي برنامج تاني غير برنامج سوليد وركس على سبيل المثال، او مرسوم على سوليد وركس ومش موجود الفيتشرز بتاعته. طيب ازاي نتعامل مع بارت زي ده؟ لو جينا جربنا الطريقة اللي احنا متعودين عليها، ان انا هاجي هنا اقول له insert band واحدد الفيكسد فيس، او الفيكسد فيس ده واقول له البند على سبيل المثال 1 من 10، وبعد كده اقول له اوكي. تعال نشوف الفلاتن بتاع البارت ده. هلاقيه بيعمل لي الفراد في كل البنز معايا عندي، ما عدا البن دي هو مش قادر يعرف انها تتفرد، يعني هنا ما عملش فيها افراد ولا هنا ولا هنا. طيب ازاي ان انا احل مشكلة زي دي؟ وهو ده هدفنا من البارت ده، ازاي ان انا احل مشكلة بالشكل ده. طيب طبعا لو جيت جربت اشوف البنز بتاعتي مش هلاقي اي حاجة اقدر اضيف في الفيتشرز بتاعتي، اي حاجة اقدر اضيف بيها البند دي. طيب هتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ هنلغي خالص اللي احنا عملناه، وهنبتدي من الاول خالص مع البارت ده. اول حاجة هعملها هدخل على اوامر السيرفيس. طب ازاي اظهر اوامر السيرفيس من هنا؟ هضغط كليك يمين واختار سيرفيس كوماند مانجر، فيظهر لي التولز الخاصة بسيرفيس. من التولز الخاصة بسيرفيس هختار اوفست سيرفيس الامر ده، وخلي قيمة الأوفست بتاعتي 0، واختار كل الأسطح الخارجية للبارت بالشكل ده. كل الأسطح اللي هي الخارجية البارت بتاعي اخد كل الاسطح دي وهعمل بيها اوفست. طبعا في سطح كمان صغير كده اخد بالي منه. الأسطح دي كمان بعد كده الأسطح اللي هي موجودة هنا دي أخد كل الكلام ده وأعمل بيه أوفست سيرفيس وأقول له أوكي، وقيمة الأوفست طبعا بتاعتي بتساوي 0 وأقول له أوكي. طيب بعد ما عملت موضوع الأوفست سيرفيس هستخدم الأمر ديليت بودي. الأمر ديليت بودي ده هلاقيه موجود فين؟ هلاقيه موجود في شريط الأمر اللي اسمه دايركت اديتنج. طيب ازاي اظهره؟ هاجي في كوماند مانجر برضه واعمل كليك يمين واقول له دايركت اديتنج، واجي من دايركت اديتنج وادور على ديليت بودي، اختار الأمر ده، بعد كده البادي ستيت تو ديليت اقول له البادي ده واقول له اوكي. فهيبقى معايا بس السطح اللي هو معمول له
اوفست بالشكل ده كده. اخد بعد كده السطح ده وادخل فيه اوامر سيرفيست ميه تانية واقول له سكن، امر اللي اسمه سكن عشان اضيف سمك للاسطح بتاعتي، واختار الفيتشر اللي هي اسمها سيرفيس اوفست. اخلي قيمة السكن بتاعتي للداخل، واخلي قيمة السكن بتاعتي 2 من 100 مثلا، بحيث انها تبقى حاجة زي كده. واختار الامر بتاع ميرج ريزلت واقول له اوكي، فهيعمل لي بودي جديد بالشكل ده. بعد ما عملت البودي الجديد ده، تعالوا نرجع تاني نكرر نفس الخطوات بتاعة التحويل من سوليد شيت ميتال. هدخل في كوماند مانجر في شريط الأمر الخاص بشيت ميتال، واختار انسرت بنز، واختار الفيكسد فيس بتاعي اللي هو الفيس اللي تحت ده. بعد كده اخلي نص قطر الراديوس بتاعي 2 من 100، نص القطر التاني 2 من 100 برضو. بعد كده اقول له اوكي، فيبدأ ان هو يحول لي البارت بتاع الشيت ميتال. تعالوا نرجع تاني نعمل عليه عملية افراد. تمام كده، تلاحظ ايه؟ الاحظ ان البنس الموجودة عندي هنا فردت، فهو انا كده قدرت احول البارت الشيت ميتال بطريقة صحيحة عن طريق ان انا استخدمت اوامر السيرفس واوامر الشيت ميتال، فقدرت ان انا اتغلب على مشكلة زي دي ممكن تقابلني وانا بحول من سوليد لشيت ميتال. وده كان اخر مثال موجود معانا. طبعا ما تنسوش تفتحوا الاديشنال داتا وتشوفوا الداتا الموجودة فيها، ان شاء الله هتكون مفيدة جدا ليكم. ونكمل مع بعض ان شاء الله في الشابتر الجاي الخاص بحساب الكوستنج او التكلفة للبطاطات المصنوعة من شيت ميتال.